الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة نومه. مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ومما يكون قبل قيامها، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال أحد التابعين: كنا عند ابن مسعود في الكوفة فهبت ريح حمراء، فجاء رجل وليس له هجيرة إلا أن يقول: يا عبد الله بن مسعود، قامت الساعة، قامت الساعة. فقال له وللحاضرين، وكان البيت مليئا: إن الساعة لا تقوم حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. ثم قال: يجمعون لكم في تحت 80 غاية راية. قيل له: الروم؟ قال: نعم. ثم ينزلون بالشام أو بدابة فينهد لهم أهل الإسلام، فيشترطون شرطة فترجع إلى منصورة فتفنى الشرطة، وفي اليوم الثاني يشترط أهل الإسلام لهم شرطة لا ترجع إلا منصورة فتفنى الشرطة، وفي اليوم الثالث كذلك ينهض لهم أهل الإسلام ويشترطون شرطة لا ترجع إلا منصورة فتفنى الشرطة، ثم ينهض لهم أهل الإسلام فيقاتلوهم فينتصرون عليه، فيتعاد أبناء الرجل الواحد، كانوا 100 لم يبق منهم إلا رجل واحد، فكيف يفرح بغنيمة أو يقسم ميراث؟ هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أشراط الساعة، وأنه ستقوم ملاحم كبيرة بين الروم وبين أهل الإسلام، وأن أهل الإسلام ينهضون لهم، وأنهم إذا أرسلوا الجيوش لهم يشترطون شرطة لا ترجع إلا منصورة، يعني النصر أو الموت، ما في هزيمة، ما في رجوع، فتفنى الشرطة الأولى ثم تفنى شرطة ثانية. الشرطة اللي هم يخرجون مشترطين إنه الذي يخرج بقتالهم لا يرجع، لا يرجع إلى منصورة، إما الشهادة وإما النصر، ثم تفنى الشرطة شرطة ثالثة، ثم ينهض أهل الإسلام ويغلبونهم بعد ذلك، لكن يكون قد فني من أهل الإسلام الكثير. يقول المسعود: فيتعاد أبناء الرجل واحد، كانوا 100 لم يبق منهم إلا واحد. فإذا قال المسعود: فكيف يفرح بغنيمة إذا غنموا مال فهد، أو كيف يقسم ميراث؟ ما في تخصيص ميراث. فهذا من الملاحم الكبرى والتي تكون قبل قيام الساعة. مما حدث به النبي أيضا قبل قيام الساعة حديث أبي هريرة في الصحيح، طبعا حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم، وهذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب. قال النبي: فمن أدركه فلا يأخذ منه شيئا. قال النبي: يقتتل عليه الناس،
فيموت، فلا يبقى إلا واحد من المئة يموت، 99 ما يقتل بعضهم بعضا، كلهم يقول لعلي أنا أدركه. وقال النبي: من أدركه لا أخذ منه شيئا. فهذا مما حدث به النبي، وهذا مما لم يقع بعد، مما لم يقع بعد. ومعنى يحسر الفرات يعني يجف ماؤه ثم يظهر، ويظهر تحته جبل من ذهب، عنده يختتل الناس، ويختتل الناس يقتل بعضهم بعضا في سبيل الله، ولكن لا يبقى من المئة إلا رجل واحد. ومما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال: أحدثكم عن رسول الله حديثا لا يحدثكم عنه غيره. وقال هذا لأنه كان آخر الصحابة موتا، هو آخر الصحابة موت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويفشو الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويخل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لكل 50 امرأة القيم الواحد. فهذا كذلك من أشراط الساعة، وأن قبل قيام الساعة يرفع العلم. ومعنى رفع العلم، جاء أن رفع العلم إنما يكون بموت العلماء، كما في حديث ابن مسعود: إن الله لا يقبض العلم، لا ينزل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلعل قول النبي هنا في حديث أنس يرفع العلم بموت العلماء، وكذلك بذهابه ودروسه من الأرض، ويفشو الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر وتكثر النساء ويخل الرجال. قال النبي: حتى يكون 50 امرأة، يعني الأقارب، هذا القيم الواحد، يعني رجل واحد فقط من الأقارب يلذن به. وهذا كذلك يعني تظهر بوادره، ولكن لم يظهر على الصورة التي يحدث بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أمور كذلك مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة، وبعضها طبعا لم يقع ولكن سيقع كما حدث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين.